سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموه قولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقنوه وقنوه علموه. أولا نرحب بالنوادي الحاضرة معنا، نرحب بالمدربين الذين الدولة حرصتها اشتغلهم ورشوا متواجدين معنا، نرحب بالأولياء الحاضرين معنا اليوم، ونرحب ونشكر جزيل الشكر الأستاذ تاعنا أستاذ رياضي وأستاذ جامعي في اللغة الإنجليزية اللي أبى إلا أن يفيدنا بعلمه لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، القرآن يشمل كل حياة كونية من الرياضيات العلوم إلى آخره. شكرا لله. الحصة اليوم حصة تعليمية تدريبية. نبداو بسم الله. تكنيك دو سبور من جهتي. اللغة الإنجليزية من جهة الأستاذ. شكرا لربي. We'll be right back.
بلامري بلوها درب كيك بوكسين في مدينة بروما. فكرة الشراكة بين الجانب العلمي والجانب البدني الرياضي كانت مع الأستاذ سيب إبراهيم أستاذ جامعي في مدينة الوهد باللغة الإنجليزية. كانت مجرد فكرة، الحمد لله جسدناها ولات طبقت. كانت فكرة ناجحة بزاف، شبيبة استوعبت اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة وسريعة رغم الإمكانيات اللي محدودة. وصلنا للنجاح الحمد لله. الهدف تاعنا يكون راه بعيد ان شاء الله يتجسد وطنيا. لازمنا شويه وبارك الله فيك. تفضل استاذ. شكرا جزيلا، نرحبوا بالحاضرين، نشكر كل القاعه اللي حضرت معنا في البث ديالو. الفكره كانت من عند الاستاذ عبد الوهاب البلغاري، والفكرة كانت كيفاش ندمج الجانب الأكاديمي مع الجانب الرياضي من أجل التحضير العقلي والفيزيائي للمتدرب، ونتمنى أن تتوسع إن شاء الله. شكرا جزيلا.